الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده والسادسه. مبروك طبعا منتخب مصر اللي طمنا الى حد كبير طبعا في مباراه امس بالفوز على جزر القمر 4-0. انتهت مرحله كنا نتوقعها سهله ومبهره، لكن الحقيقه انتهت خلاص بحلوها ومرها وتاهل المنتخب الى الكاميرون. بيتهيألي انه اللي جاي مهم جدا بالنسبه لجمهور الكره المصريه، واللي جاي صعب واللي جاي كتير واللي جاي مشوار طويل، وعشان كده نتمنى الحقيقه. يعني اعتقد انه كابتن حسام النهارده كابتن حسام البدري طبعا في حاله فنيه بعد ما قيم المرحله السابقه، يقدر الحقيقه يحط ويرتب ويخطط بشكل كبير جدا للفتره اللي جايه، واعتقد انه بالتنسيق طبعا مع اللجنه الثلاثيه المسؤوله عن اداره اتحاد الكره المصري يقدر يقول لجمهور الكره المصريه خططنا ايه للي جاي. ده مهم جدا ان احنا نعرفه عشان نعرف ايه الاهداف اللي بيسعى المنتخب لتحقيقها. يعني على سبيل المثال بطوله امم افريقيا هدفنا فيها ايه؟ هدفنا التاهل للمربع الذهبي، هدفنا الوصول للنهائي، ولا بنلعب عشان التتويج بالبطوله؟ فيما يتعلق بكاس العالم هدفنا ايه برضو؟ هل هنخوض مشوار التصفيات واحنا محددين هدف على اقل تقدير التاهل، ولا من الممكن كمان يكون في اهداف محدده ان احنا نروح ابعد من كده؟ نتمنى ان الملامح تكون واضحه، ونتمنى القائمين على الكره المصريه يشاركوا جماهير الكره المصريه في الخطط والاهداف الموضوع. مساء الخير على حضراتكم، كلام كتير جدا في حلقه النهارده وموضوعات مهمه جدا نطرحها على حضراتكم في السادسه. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مساء الخير على حضراتكم، والحقيقه طبعا الف مبروك لمنتخب مصر، شرفنا، وده الاداء ودي الشخصيه ودي الهيبه اللي كنا بنتكلم عليها بقالنا فتره، ويا رب تكون دي نقطه البدايه اللي كنا بنتكلم عليها من فتره وبنتمناها ان احنا نشوفها قبل البطوله نفسها وقبل كمان التصفيات. هيبقى لينا وقفه مع منتخب مصر، لكن خلينا نبدا بموضوع الحقيقه يمكن مزعج شويه، مباراه الاهلي والزمالك في كرة السلة امبارح اللي طبعا ألغيت بعد حضور عدد كبير من الجماهير من نادي الزمالك. الحقيقة اللي حصل امبارح الواقعة كلها والموقف كله كان غريب جدا بالنسبة لنا، والأغرب هو ردود الأفعال من جانب نادي الزمالك أو من جانب الإعلام نادي الزمالك. غريب جدا أن بيبقى فيه قوانين ولوائح وحاجات واضحة وصريحة، وأبدأ أعيش في جو المؤامرة وأبدأ أتكلم على أن أنا مش واخد حقي وان ده بيحصل ضدي علشان هم مش عايزيني اكسب والكلام ده. يعني المفروض انه معروف انه في قانون بيقول انه ما ينفعش من اتحاد طبعا كرة السلة، او قرار بيتقال انه ما ينفعش ان يكون في حضور عدد من الجماهير ابدا في كل مباريات كرة السلة، مش نادي بعينه او حاجة بعينها. اللي حصل امبارح انه كان في عدد كبير جدا من جماهير نادي الزمالك في المباراه، فبالتالي مراقب المباراه وحكم المباراه خد قرار انه يتم الغاء المباراه زي ما بيتقال على حسب القرار ده. طيب السؤال بقى هنا، انتوا ليه بتضحكوا على جمهوركم؟ انتوا ليه بتضحكوا وجايبين فيديوهات من مباراه الاهلي اللي فاتت القديمه، الاهلي والزمالك، وتقولوا طب ما كان فيها اهو جمهور للنادي الاهلي؟ طب القرار ده طالع امتى؟ مش انا لما اجي اعرض كده فيديوهات واعرض الموقف، اعرض الصوره كامله، اعرض الحقيقه، القرار ده طالع يوم 21/3، 21 مارس، يعني بعد مباراه الزمالك وسموحه اللي شهدت الحقيقه يعني الفاظ غير مقبوله، والزمالك اتعاقب فيها وكان في عقوبه على نادي الزمالك، ومن ساعتها اتحاد كرة السلة طلع قرار انه خلاص مفيش اي مباراة هتقام بجماهير سواء بقى اهلي او زمالك او غيره من ساعة المباراة دي، ودي قرار معانا قرارات مجلس الإدارة معانا على الشاشة. وكان في غرامة مالية 30,000، ده بعد مباراة ايه؟ الزمالك وسموحة. كانت امتى؟ كانت 19/3. القرار طلع امتى؟ 21/3. يعني احنا بنتكلم جايبين مباراة من قبل القرار ده تماما، واقول طب ما هو كان في جماهير اهو. طب هل ده يعقل؟ يعني ليه افضل اعرض واعيد وازيد في فيديوهات واقول انه ازاي الاهلي كان عنده جماهير ومش عايزين المره دي يكون عندي جماهير؟ لا، ده انتوا بتعملوا علينا مؤامره. انت شايف ايه؟ هو فكره، يعني انا مش هتكلم قوي على اللي حصل في مباراه الباسكت امبارح والخروج عن النص اللي ما اتنقلش ومحدش اتكلم فيه ومحدش كنت اتمنى، يعني من باب المصداقيه والموضوعيه واحترام النفس والذات قبل احترام الاخرين، انه حد من الاعلام الابيض يطلع يقول انه اللي حصل ده داخل صاله نادي الزمالك وخارج صاله نادي الزمالك على ارض نادي الزمالك مرفوض جمله وتفصيلا، وان المنافسه والمكسب سواء كان مباراه او ثلاث نقط او حتى بطوله لو جه على حساب الشرف والاخلاق فهو مرفوض. كنت اتمنى جدا اسمع ده، وكنت هبقى سعيد جدا وانا بسمع ده، مش فرحه في نادي الزمالك، لكن فكره انك انت بتشتغل على اعلاء قيم، انت بتدي مثل اعلى، انت بتدي قدوه
وهنا انا مش بكلم بس عن النجوم، النجوم اللي كانت حاضره في المباراه وشاركت في المهزله. يعني كنت اتمنى انه حد يطلع يرفض ده قبل ما نتكلم في اللي حصل. اما فيما يتعلق بالشكل والتناول انا محتاج اقف فيه الحقيقه حرصا على مصلحه كيان كبير جدا بنحترمه ونقدره على مدار سنين طويله جدا، هو كيان نادي الزمالك. وقلت ابدا انه واحد من اهم الاعمده الرئيسيه في الرياضه المصريه نادي الزمالك، ومش من مصلحه الرياضه المصريه في مختلف اللعبات والرياضات انه يصل لهذا المستوى، سواء كان بتكلم على المستوى الاخلاقي او كنت بتكلم على المستوى الرياضي. ما حدش اتكلم طبعا، انا يعني مش هدخل في تفاصيل وتواريخ كتيره جدا، ما حدش طبعا اتكلم، لكن فكره انك تحاول تروج ان كل فشل او كل خطا مرتبط بفكره المؤامره، وان كل نجاح بيحققه النادي الاهلي بيحققه نتيجه تعاطف او مجامله، اعتقد ان المنطق بقى اصبح يعني مكشوف. احنا في عصر العالم كله والاجيال الجديده كلها قادره ترجع وتشوف التاريخ وتشوف المنصات التواصل الاجتماعي وتشوف على اليوتيوب ايه القصه وايه الحكايه وايه الروايه. من الصعب، في قاعده بتقول انك يعني تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص واتكشفت، وقلت لحضراتكم انا هنا من شهر او شهرين قلت لحضراتكم انه لو فضلتوا ماشيين في الطريق ده، لو فضلتم واخدين السكه دي 10 20 سنه الجماهيريه هتتلاشى. ارحموا جمهوركم، ما تستخفوش بعقول الجماهير. يعني انا مش هتكلم مثلا على موقف واحد زي محمد منير، واحد من اساطير الفن المصري، ده زيه كتير، انا اعرف منهم كتير، واللي ما شجعش حد تاني بطل يشجع اساسا. خليني اقول لحضراتكم يعني خلينا نستعرض معلش القرار اللي طلع بعد مباراه سموحه، ومحدش يمكن معلش يا احمد هو فين كمان الاجراءات الاحترازيه في المشهد اللي احنا شايفينه ده؟ ده بعيد بقى عن اللائحه والقوانين. احنا طبعا خليني بس اقول لجمهور النادي الاهلي احنا مش راضيين نفتح الصوت، يعني احنا اتفقنا قبل الهوا طبعا احنا ما رضيناش نفتح الصوت. خلينا نعرض القرار اللي طلع بعد مباراه سموحه. وبالمناسبه طيب ده القرار الاول الحقيقه اللي بيقول ايه، الخطاب اللي وصل للنادي الاهلي بيقول ايه. سيد الاستاذ مدير التنفيذي، تحيه طيبه لسيادتكم، يسعدني ان ابعث لسيادتكم بصادق تحيات وتمنيات الاتحاد المصري لكره السله مع تحياتي وتمنيات الشخصيه، بالاشاره الى تعليمات مسابقه الدوري العام الممتاز رجال والخاصه بالزام جميع الفرق بالاجراءات الاحترازيه الصادره من وزاره الشباب والرياضه ومن الاتحاد المصري لكره السله، مع عدم تواجد اي فرد غير الاجهزه الفنيه ومجلس اداره النادي فقط، واقامه المباريات بدون جمهور. يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الاتحاد يؤكد على عدم دخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارة الأندية إدارات الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة بإلغاء المباراة في حالة عدم التزام النادي. تاريخ الصدور 21/3/2021. خلي بال حضراتكم إنه ده كمان مرتبط بالعقوبات اللي صدرت بعد ماتش الزمالك وسموحه في الباسكت، واللي صدرت فيها عقوبه على نادي الزمالك غرامه 30,000 جنيه بسبب التجاوزات والهتافات السيئه الحقيقه اللي صدرت في حق نادي سموحه، واللي اتكررت بالمناسبه، وده فيديو تاني عايزين نذيع قولوا ذيع. خلينا نحطه لحضراتكم على الشاشه كده، لكن طبعا ده من المستحيل ان هو يتذاع. ما اعتقدش انه من اللائق ابدا ان جمهور النادي الاهلي يسمع الهتافات البذيئه والاساءات العنيفه جدا اللي حصلت على في النادي امبارح. لكن خليني ارجع اقول مره تانية، انا على مدار تاريخ طويل جدا وانا بيتهيالي انه الجيل بتاعي ما كانش يعرف لا فكره التعصب ولا فكره الاساءه للخصم باي شكل، وانا شخصيا والناس اللي بتحب الكوره ياما حبينا نجوم قدمها لنا نادي الزمالك، حبينا كابتن حسن شحاته وحبينا كابتن ابراهيم يوسف وحبينا كابتن حازم امام وغيرهم وغيرهم عشان ما انساش اسماء، واحترمناهم جدا لان هم كانوا قدوه ومثل اعلى. لكن فكره انه حتى كمان النجوم تشارك في المهزله دي بشكل من الاشكال، اعتقد ده لا من اللائق ولا من المقبول. برحب بحضراتكم مره تانية، وخلونا نبدا بقى مع اخبار النادي الاهلي، واقول لحضراتكم ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان سداسي الاهلي اللي شاركوا في معسكر المنتخب لمباراه جزر القمر في تصفيات طبعا كاس الامم الافريقيه هينتظموا في التدريبات الجماعيه الفريق بكره يوم الاربعاء ان شاء الله. واوضح كمان مدير الكره بالنادي ان بيتسو موسيماني مستر بيتسو موسيماني المدير الفني حدد برنامج استشفائي للسداسي العائد من المنتخب الوطني هيتم تنفيذه ان شاء الله بدايه من بكرة الصبح قبل السفر للسودان. وزي ما حضراتكم عارفين يمكن الست لاعبين اللي من نادي الأهلي اللي كانوا موجودين مع المنتخب هم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، وبكرة إن شاء الله خلاص هيسافر الفريق علشان استعدادا لمواجهة المريخ اللي هتكون يوم السبت.
طبعا ان شاء الله باذن الله مباراه مهمه ومباراه منتظره. نرجع من تاني نفتح ملف بطوله افريقيا وماتش المريخ طبعا في منتهى الاهميه وبشكل بنسبه كبيره يحسم تاهل النادي الاهلي. فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي يمكن صلاح محسن ومصطفى شوبير الثنائي اللي كان منضم طبعا لمعسكر المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب انتظموا كمان في تمرينه الاهلي النهارده الصبح. شوبير شارك في تمرين حراس المرمى وتدريبات الجماعيه التقسيمه اللي اتعملت، وصلاح محسن اكتفى بس بجانب من التدريبات الاستشفائيه والجري حوالين الملعب. كابتن سيد بالمناسبه من ناحيته الحقيقه يمكن اكد انه الثلاثي اكرم وطاهر واحمد رمضان بيكام هينتظموا في التدريبات ابتداء من بكره، دول الخمس لعيبه اللي كانوا مع كابتن شوقي غريب في المعسكر، وان شاء الله باذن الله يكونوا جاهزين كلهم لماتش يوم السبت. كمان ديانج لاعب وسط الفريق انتظم في التدريبات الجماعيه ووصل النهارده الصبح بدري للقاهره بعد طبعا ما خلص مشاركته في معسكر المنتخب المالي خلال الفتره اللي فاتت، وشارك عادي جدا بشكل طبيعي في التدريبات البدنيه والجماعيه للفريق بعد ما ادى جلسه تدريبات استشفائيه قبل انطلاق التمرين. طبعا منتخب مالي حضراتكم عارفين هو نجح في ان هو يتاهل لنهائيات امم افريقيا بالكاميرون. والسودان مبروك للسودان، السودان بعد مبروك طبعا غياب طويل جدا الحقيقه بيتاهل على حساب كمان مين؟ حساب جنوب افريقيا، فمبروك طبعا لاشقائنا في السودان. فيما يتعلق بملف الاصابات طبعا يعني اطمنكم الاول على السوليه، الحمد لله ان شاء الله باذن الله يكون جاهز في مباراه المريخ. اللي هيغيبوا بشكل مؤكد حمدي فتحي، حمدي النهارده جبس ايده ومنتظر انه في خلال 10 اسابيع يكون يرجع للتدريبات مره ثانيه. علي معلول ما زالت الاصابه بتاعته. محمد محمود، كريم ندفد ومحمود متولي، الثلاثه دول الحقيقه بينفذوا برامج التاهيل المحدده لكل واحد فيهم عشان يكونوا ان شاء الله جاهزين للفتره اللي جايه. الثلاثه كمان ادوا جانب من التدريبات البدنيه والتاهيل في الجيم على هامش المران الجماعي اللي قام بيه الفريق النهارده. طيب كمان حمدي فتحي لاعب الاهلي اجرى جراحه ناجحه في الساعد الايسر بعد ما تعرض لكسر خلال مباراه المنتخب الوطني وكينيا بالتصفيات الافريقيه، وطبعا يعني يمكن خضع لجراحه ناجحه استلزمت تركيب شرايح ومسامير بالاضافه لمسمار نخاعي لعلاج الكسر سريعا، واللاعب هيحتاج كده ل 10 اسابيع علشان يعود للتدريبات الجماعيه. طبعا بنتمنى له الف سلامه ان هو ربنا يتم شفائه على خير. طبعا يعني بدلك لانه حمدي كل ما يوصل توب فورم يتعرض لاصابه تضطر انه يبعد لفتره طويله، لكن ان شاء الله زي ما رجع بسرعه المره اللي فاتت يقدر يرجع بسرعه المره دي وان شاء الله باذن الله يبقى في احسن حال. خلينا نروح لمنتخب مصر. تصنيف كده لطيف اتعمل في الفترة الأخيرة عملوا موقع ترانسفير ماركت كان بيتكلم على القيمة السوقية أو السوقية يعني للمنتخبات بشكل عام. منتخب مصر جه في المركز الـ30 في ترتيب أغلى 100 منتخب على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية بقيمة بلغت حوالي 160 مليون يورو. طبعا نصيب الأسد فيهم هيكون رايح لصلاح، لكن ده ما يمنعش أنه في عدد كبير جدا وأتوقع أن القيمة دي ترتفع في الفترة اللي جاية. زي ما قلت حكم ده كان على حسب ما قال او ذكر موقع ترانسفير ماركت، وده متخصص في الجزئيه الخاصه بقيمه واسعار اللاعبين. منتخب الفراعنه جه في المركز الثالث على المستوى العربي. اعتقد طبعا زي ما حضراتكم عارفين صلاح مش بس كمان اغلى لاعب مصري، لكن كمان هو اغلى لاعب على مستوى القاره الافريقيه من حيث القيمه التسويقيه بقيمه بلغت حوالي 120 مليون يورو. الصداره كانت من نصيب المنتخب المغربي اللي احتل الترتيب الاول على مستوى المنتخبات العربيه في العالم من حيث القيمه التسويقيه، بنتكلم على مبلغ تقريبا اجمالي حوالي 220 او 221 مليون يورو لمنتخب اسود الاطلسي، وجي على مستوى العالم في المركز الـ24. اما في ما يتعلق بالمركز الثاني على مستوى الدول العربيه كان منتخب الجزائر اللي احتل مركز الوصافه بقيمه تسويقيه بلغت حوالي 184 مليون يورو، وجه في المركز 29 قبل منتخب مصر بمركز واحد، ده طبعا على مستوى العالم. وجه مصر في المركز او جه منتخب مصر في المركز الثالث بقيمه 160 مليون يورو في مركز ثالث عربي و30 على مستوى العالم. والرابع جه تونس بمبلغ يعتبر بعيد شويه عن الثلاثه الاوائل 51 مليون يورو في الترتيب رقم 56 عالميا. بعد كده دخلت بقى بعض المنتخبات العربية الأسيوية في المركز الخامس للمركز السابع، خامس سادس سابع،
بالترتيب كده إمارات خامس بقيمة 25 مليون يورو، وفي الترتيب العالمي 73، بعد كده السعودية بقيمة 22.5 مليون يورو، وفي المركز السادس عربيا وال77 عالميا، وبعد كده في السابع كان منتخب قطر بقيمة 15.5 مليون يورو والترتيب 89 عالميا. المفاجأة بالنسبة لي كانت منتخب ليبيا اللي جه بعده في المركز الثامن عربيا وفي المركز 91 عالميا بقيمة 15 مليون يورو. طيب، كان في حوار خاص لمحمد صلاح مع صحيفة ماركا الإسبانية عن المواجهة المرتقبة طبعا ما بين ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد محمد صلاح خلال التصريحات أنه هو مش بيركز إطلاقا على المواجهة ما بينه وبين راموس قائد ريال مدريد، خاصة وأن الواقعة الشهيرة بينهم اللي كانت في 2018 طبعا خلاص قال أن هي بقت بالنسبة له ماضي، وأن تركيزه دلوقتي كله منصب على فريقه على الفوز بالمواجهة دي. وقال كمان ان ريال مدريد خلال الفتره اللي فاتت دي يمكن فقد بعض اللاعبين المميزين منهم او ابرزهم يعني كريستيانو رونالدو اللي هو بيعد الافضل في تاريخ النادي الملكي، واكد ان ريال مدريد حاول ان هو يعوض كريستيانو رونالدو ان هو يتعاقد مع هازارد، لكن يمكن كان حظه سيء شويه وعانى من اصابه، ولكن قال انه ريال مدريد يبقى فريق مختلف مستعد كويس جدا للمواجهه، وعشان كده ليفربول لازم يكون على اتم استعداد المواجهه دي. وقال كمان ان في علاقه قويه بتجمعه بايدن هازارد بقالها فتره، يعني يمكن من وقت لعبهم في تشيلسي. اما بقى عن علاقته بيورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول، اكد ان علاقته بالمدرب الالماني طبيعيه بين اثنين مهنيين ما فيش مشاكل، واتكلم على الاثر السلبي الناتج طبعا عن خوض لقاءات ليفربول بدون جماهير، وقال ان الانفيلد هو الخاسر الاكبر، وان ليفربول تعرض لهزايم كتير جدا خلال اللعب بدون جماهير، وان ليفربول زي ما بقول كده هو الخاسر الاكبر بسبب ان مفيش جماهير. اما عن تمثيله للمنتخب الوطني في طوكيو، قال انه مهما حصل لازم يكون في اتفاق بين المنتخب وبين الفريق، ويمكن الاجابه هنا ما كانتش واضحه او صريحه، وبتؤكد ان باب التفاوض مازال جاري. وعن ما حبش يتكلم قوي على الانتقال للدوري الاسباني، بس قال ممكن يحصل يوما ما. طيب، فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، عندنا اختياراتكم في أفضل ثلاث لاعبين في ماتش فيتا كلوب الأخير للنادي الأهلي، ولاعب الشهر لاعب شهر مارس في الشياطين الحمر، وكمان هيكون معانا فيديو كونفرنس مع واحد من أشهر اللاعيبة الإيطالية، وهنتكلم على إنتر ميلان تجربة تستحق إن احنا نقف عندها، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. أول ما ابتدينا نتابع كرة عالمية ونعرف يعني إيه دوريات أوروبية، كان الكالتشيو هو الماستر، كان الكالتشيو هو السيد، كانت بطولة الدوري الإيطالي تكاد تكون أهم بطولة على وجه الأرض بعد البطولات العالمية أو البطولات الدولية، وكان أهم نجوم العالم موجودين في أندية إيطاليا، وكان الأندية الإيطالية هي المتسيدة بشكل كبير جدا المشهد الأوروبي، الإنتر، إنترناسيونالي، إي سي ميلان، اليوفي، على أقل تقدير لو مش بيتوجوا كان فريق منهم حاضر دايما في النهائي. غابت التجربة دي وغاب النجاح ده لسنين طويلة جدا لصالح دوريات تانية زي الدوري الإنجليزي زي الدوري الأسباني، لكن اللي متابع الدوري الإيطالي وهو ليه عشاقه بالمناسبة حتى لو ما كانش محقق نفس النجاح وما كانش بيضم نفس الأسماء، لكن يظل الدوري الإيطالي واحد من أقوى الدوريات على مستوى العالم السنة دي والسنة اللي فاتت، بتقول إن في حاجة بتحصل غير، في متغير كبير حاصل. بداية طبعا ما بقاش اليوفي هو اللي بيتسيد المشهد أو الساحة في إيطاليا، دخل معاه الإنتر والإنتر بينافس بقوة، الإي سي ميلان بيحاول يستعيد أمجاده مع زلاتان إبراهيموفيتش ومع مانزوكيتش، هيكون معانا جان لوكا فيستا واحد من نجوم الإنتر في عصوره الذهبية، هنتكلم معاه على الكرة الإيطالية وعلى الكالتشيو وعلى الإنتر وكمان على الشامبيونز ليج. أهلا بيك طبعا في البداية على شاشة النادي الأهلي.
شكرا لكم، انا سعيده جدا بتواجدي على قناه الاهلي. يعني بداية خليني أبدأ الكلام معاك عن الإنتر اللي بالمناسبة يمكن وبالصدفة، صدفة سعيدة طبعا، عرفنا أنه نادي غير شعاره النهاردة وتم الإعلان عن الشعار الجديد لإنتر ناسيونالي. بالطبع تغيير الشعار هو أحد أهم الأشياء الاقتصادية الأيام في هذه الأيام. هو دايما يعشق التعقيد والتقاليد الإيطالية المؤخرة، كان يفضل أن يبقى الشعار القديم كما هو. هل تعتقد ده بمثابة إعلان عن أنه الإنتر في بداية عهد جديد أو بداية مرحلة جديدة؟ وإزاي بتشوف خطط الإنتر للمستقبل خصوصا في ظل عودته وبقوة للمشهد وصدارة الكرة الإيطالية مرة تانية؟ بالطبع هي عملية اقتصادية كبيرة من الصينيين بالنسبة للماركت الإيطالي جنرال، وعن عقلية الاقتصادية للصينيين ازاي يقدروا يعملوا ماركت او اقتصاديا. لكن انا افضل دايما مثل زي الجماهير ان احب الاعداد التقليدية واللغة القديمة. طيب لو اتكلمت معاك على تجربة الانترناسيونالي، وانا يمكن كنت بتكلم على مش بس الانتر، بتكلم على الفرق الايطالية اللي فضلت لسنوات كبيرة جدا بتضم اهم واكبر نجوم على مستوى العالم. الدوري الايطالي كان بيعتبر اقوى مسابقة على حساب الدوريات الكبرى كلها، وكان دايما الاندية الايطالية سواء انترناسيونالي او اس ميلان او اليوفي حاضرين بقوة في مشهد وفي المنافسة على البطولات الأوروبية. لسنوات طويلة جدا تغير المشهد ده وشفنا تراجع. من وجهة نظرك يهمني أعرف كانت إيه هي أهم أسباب التراجع ده؟ للأسف آخر 10 سنوات الكرة الإيطالية مرت بالكثير من المشاكل، والدول الثانية بدأت تنمو أكثر من إيطاليا. للأسف في إيطاليا للأسف ما قدروش يكملوا اللي هم بدأوه، خصوصا بآخر 10 سنوات. من 89 ل 2006، بعد 2006 بعد ما إيطاليا فازت بكأس العالم الدنيا اتغيرت في الكرة الإيطالية وبدأت دول تانية تحل محل إيطاليا. للأسف في مشاكل كتير الكرة الإيطالية بتمر بيها، واعتقد ان الايام الجايه ان شاء الله العالم هيتغير وهترجع الكره الايطاليه تحل محلها. للاسف المشاكل اللي مرت بها الكره الايطاليه والاقتصاد اللي اثر كبير في ايطاليا خلى لعيبه كتير تخرج بره ايطاليا، وده اضعف من قيمه الكره الايطاليه وخلى دول كتير تحل محل ايطاليا. معظم اللعيبه دلوقتي تفضل ان هي تخرج بره ايطاليا. الدوري الايطالي بدا يعاني الفتره الاخيره لان الفنيات والتكتيك الايطالي بدا يبقى صعب جدا على بعض اللعيبه اللي موجودين في ايطاليا. طيب خليني اتنقل معاك لتجربه الاستثمار الصينيه في انترناسيونالي. هل تتوقع انها تنجح وهل تتوقع انه يتم ترجمتها لفوز الانترناسيونالي ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ولا تتوقع أن خروج اليوفي والميلان من البطولات الأوروبية هيصعب الموقف شوية على الانترناسيونالي؟ بالنسبة لي طبعا بعد الضخ الكثير من الأموال من الصينيين للاستثمار، لأن لديهم أهداف كبيرة، هم جم عشان يكسبوا دوري أبطال أوروبا وبدأوا الفترة الأخيرة يضخوا الكثير من الأموال ويجيبوا من اللعيبة الكثيرين الفترة الأخيرة إن هم يقدروا يفوزوا بالدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، وهو يعتقد أن الإنتر العام ده هيكسب الدوري الإيطالي متأكد كمان. طب خليني اسالك على مستوى المشاركه الايطاليه على مستوى اوروبا، وانا كنت بتكلم انه في كتير من الاوقات الميلان واليوفي والانتر كانوا حاضرين بقوه ومسيطرين تقريبا على معظم بطولات اوروبا. هل تتوقع انه احنا المشهد ده ممكن يتكرر يعني بشكل او بصوره قريبه، ولا هيحتاج وقت اطول؟
خلينا نتكلم بوضوح ونتكلم بحقيقه، ده هيحتاج وقت كبير عشان الكره الايطاليه ترجع تتسيد العالم تاني ويرجع الانديه الايطاليه تنافس على البطولات اكتر من الاول. عايزين استثمارات كتيره في ايطاليا، احنا شايفين بس ان الانتر هو اللي بيستثمر والميلان الفتره الاخيره السنين، لكن الكره الايطاليه عموما محتاجه فلوس كتير عشان ترجع للواجهه تاني. بمناسبه كلامك على الكره الايطاليه خليني اقف معاك وقفه، لانه الكره الايطاليه قدمت كتير من النجوم على مستوى العالم والفترات طويله وفي اجيال مختلفه، باولو روسي في 82، روبرتو باجيو، ديل بييرو، فرانشيسكو توتي وغيره، انزاجي وغيرهم من النجوم اللي كان ليهم عشاق في كل انحاء العالم. لكن في الفتره الاخيره حتى على مستوى المحترفين الايطاليين في الدوريات الخمسه الكبرى وحتى على مستوى الانديه الايطاليه اللي بقت يمكن نسبه اللاعبين الايطاليين فيها البارزين في الانديه الايطاليه نفسها في مسابقه الدوري الايطالي مش كبيره قوي. هل في ايطاليا مشكله في ايجاد مواهب او في تقديم جيل جديد من اللاعبين اللي على مستوى مميز؟ في الحقيقة الموضوع في مشاكل كتير، بعض شباب الكرة الإيطالية دلوقتي بدأوا يفضلوا أنهم يخرجوا برا إيطاليا بسبب المشاكل الاقتصادية، ولما بيكون في موهبة طالعة كبيرة زي اللعيبة اللي حضرتك ذكرتها بدأت الوكلاء اللاعبين يسوقوهم خارج أوروبا خارج إيطاليا مخصوصا، لأن الاقتصاد الإيطالي مأثر كتير. وللأسف كمان العقلية بتاعت الشاب الإيطالي اللي طالع الفترة دي مش نفس العقلية توتي أو باجا أو الناس اللي هي الأخيرة دي، فللأسف التسويق بيلعب دور كبير جدا اللي أضعف من القيمة الإيطالية للاعبين، عشان كده في مشاكل دايما هتواجه المنتخب الإيطالي الفترة الجاية. سينيور فاست، أنا عارف إنك بتدرب حاليا في اليونان، فبالتالي خليني أسألك عن متابعتك للاعبين المصريين، وأنا أعتقد إنك أنت دربت عمرو وردة الفترة، خليني أسألك عن رأيك في عمرو وردة ورأيك كمان في أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس. عمرو وردة أحد أهم اللاعبين في الدوري اليوناني، هو لاعب قوي جدا ورجع لعب لباوك ورجع تاني يلعب في لاريسا، اعتقد ان هو من افضل اللاعبين عندنا في الدوري اليوناني. لكن بالنسبه لكوكا، كوكا بيعتبر من افضل المهاجمين المصريين اللي لعبوا في اليونان وجمهور اولمبياكوس بيعشقه وشخصيته جميله، وهو على المستوى المينتاليتي كلاعب مصري كل اليونانيين فخورين بيه. خليني اسالك انت عن رايك الشخصي، وبما انك انت بتشتغل في مجال التدريب، يعني عموما في افريقيا وخصوصا في مصر جالنا مدربين من مدارس كرويه مختلفه جدا، جالنا من المانيا، من انجلترا، من البرتغال، من اليونان وغيرها الحقيقه كتير جدا، ومن ايطاليا في فتره من الفترات اعتقد تارديلي كان موجود عندنا في مصر. لكن على مستوى الانديه المدربين الايطاليين غايبين بشكل عام زي ما قلت عن افريقيا وبشكل خاص عن مصر، تفتكر ليه؟ هل مدرسة التدريب في إيطاليا تختلف شوية عن فكرنا؟ وقال أنت شخصيا ممكن تخوض تجربة التدريب في مصر أو في دول أفريقيا؟ بالطبع الكرة الإيطالية مختلفة وفنيات الكرة الإيطالية مختلفة عن الكرة الأفريقية، نحن نعتمد في خططنا على بعض الأشياء المختلفة بالنسبة للكرة الأفريقية. اتمنى ان المنتخبات الايطاليه، اتمنى ان الجميع يجوا يدربوا في ايطاليا، لكن على المستوى الشخصي اتمنى ان انا اجي اخوض التجربه في افريقيا واخوضها في مصر. مصر بلد جميله وليكم تاريخ كبير في الكوره، اتمنى اي حد يجي يدرب في مصر وفي الكوره الافريقيه، لكن كفنيات الكره الايطاليه مختلفه، عشان كده ممكن مدربين ايطاليين كتير ما يفضلوش ان هم يجوا يدربوا الفترة دي. سؤالي الأخير ليك، خلينا أسألك عن الثمانية الكبار في دوري أبطال أوروبا، ومن وجهة نظرك مين الفريق الأقرب للوصول لمنصة التتويج في النسخة الحالية من دوري الأبطال؟ الثمان فرق اقوى من بعض، فعلا صعب ان انا اتوقع. الالمان دايما مفضلين،
الانجليز صعبه، يعني صعبه اتوقع عشان ما اظلمش حد من الفرق، كلهم اقوى من بعض، احنا شايفينه بيفكر يعني يحط البايرن. البايرن البايرن كنت بيمسك البايرن موناكو كانديداتو، بايرن بايرن ميونخ ممكن يفوز بالبطوله. بمناسبه البايرن، تابعت مونديال العالم للانديه؟ وهل تابعت ماتشات النادي الاهلي؟ ورايك في تتويجه بالميداليه البرونزيه والمركز الثالث على حساب بطل جنوب امريكا الجنوبيه بالميراس؟ L'Ali era un'ottima squadra, una società molto importante. عظيم ومن افضل الفرق في افريقيا. E come vede la squadra? Io la sento, come vede la Sì, ti ho perso, non ho sentito la domanda, scusa. No, la domanda che hai allora hai sentito è il nostro interlocutore praticamente Sì, ha fatto Sì, ho visto, dicevo che era un'ottima squadra, ha fatto L'Ali فريق عظيم عمل بطولة جيدة جدا، أقنع العالم خصوصا قدام البايرن ميونخ، ومش جديد على الأهلي لأنه كان فاز قبل كده بالمركز الثالث في اليابان. مظبوط. من أكثر الأشياء اللي أعرفها عن الأهلي إن أكبر قاعدة جماهيرية في أفريقيا، ويتمنى التوفيق دايما إن هو وهو متابع للكرة المصرية وعارف إن الأهلي الفترة دي من أفضل الفرق، واخد الدوري أكثر من مرة، ويتمنى ان هو يفوز بالافريقيا البطوله العاشره. بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا جانلوكا فيستا نجم انترناسيونالي الايطالي. الكلام مستمر مع حضراتكم، والحقيقه حابب جدا اقف مع لقطه هي بالنسبه لي كانت صادمه الحقيقه في مباراه امبارح، يعني مع انه كان في لقطات كتير جدا مبهجه وفرحت المصريين وطمنتهم نسبيا على مستوى منتخباتهم. انا ما بشوفش ماتش جزر القمر الحقيقه مقياس، يعني انا مستني انه منتخب، عارف ان الظروف كان صعبه، التجمع كان فتره قليله جدا، المنتخب ما قدرش ياخد نفسه وما قدرش يتمرن مع بعضه وما قدرش كابتن حسام يوصل فكره بشكل كامل، لكن متهيألي برضو متفقين انه جزء القمر مش بالخصم اللي نقدر نقيم على اساسه مستوى المنتخب المصري، محتاجين لقاءات اكتر قوه اكتر عنف اكتر حده يبان لينا مستوانا الحقيقي عشان ما ننخدعش، لانه احنا رايحين للصعب رايحين للمهم. لقطه امبارح ملهاش علاقه بالكوره شويه، كانت لقطه يمكن هنشوفها مع حضراتكم بعد انتهاء مباراه منتخب مصر مع جزء القمر في مشهد صادم، لقطه امتدت على الشاشات لمدة 60 ثانية تقريبا، لقطة فاتورتها غالية جدا. اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي ترجمتها ممكن يكون ثمن صعب جدا يدفعه منتخب مصر الأولمبي، يدفعه منتخب مصر الكبير الأول، يدفعه نادي ليفربول، وممكن مش هبالغ لو قلت يدفع ثمنه مسابقة كبيرة جدا بحجم تشامبيونز ليج. اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي لو المسؤولين في ليفربول تابعوها ممكن تكون سبب في انه يكون قرارهم بالنفي على طلب كابتن شوقي غريب بان محمد صلاح يشارك مع الفريق الاولمبي في اولمبياد طوكيو. اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي ممكن تكلف فريق ليفربول نفسه لا قدر الله لا قدر الله في حاله يعني ده ما نتمناهوش طبعا، لكن ده سيناريو وارد، الشوط اللي احنا شايفينه ده ممكن جدا يخلي محمد صلاح يصاب بفيروس كورونا في الظروف اللي احنا عايشينها، وطول النهار بنتكلم على التباعد وطول النهار بنتكلم على الاجراءات الاحترازيه اللي كان من الواجب جدا ومن المهم جدا توافرها لكل عناصر منتخبنا الوطني، مش بتكلم على صلاح لوحده، انا بتكلم على قوام الفريق ككل. المشهد ده اجتياح الملعب بالصوره دي شيء غير مقبول وعليه علامات استفهام من القائمين على تنظيم المباراه بشكل كبير جدا، يحرم صلاح نفسه من المشاركه في لقاء مهم جدا، بقول لك قدر الله، بس انا بقى برضو مهم جدا ان هايلايت الثمن اللي ممكن ان احنا كنا ندفعه او انه لصلاح شخصيا يدفعه او انه المنتخب المصري نفسه يدفعه نتيجه المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده. صلاح ما يشاركش مع ليفربول او ما يشاركش مع المنتخب او انه ليفربول يرفض ضم محمد صلاح للمنتخب مصر الاولمبي في اولمبياد طوكيو، مين يحاسب على الفاتوره؟ اصابه صلاح في حد ذاته او انه يكون سبب في انه يعدي زمايله بعد كده او يعدي اي حد ويكفي اصابته هو شخصيا، مين يدفع ثمنها؟ سؤال اعتقد ان احنا في حاجه انه حد يجاوب عليه.
في بعض الاوقات الاستهتار في 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 تفاصيل صغيره جدا ممكن كلفته تكلفته تكون اعلى بكتير جدا من الخطا اللي ما كانش حد متوقعه او متوقع نتيجته. اتمنى الحاجات دي، احنا في منظومه مفترض انها محترف. انا لسه كنت بتكلم مع حضراتكم على فكره القيمه التسويقيه للمنتخبات، وانه المنتخب المصري بيحتل المركز الثالث عربيا والثلاثين عالميا، والقيمه التسويقيه دي لغه بيزنس واقتصاد ما ينفعش نتعامل فيها بالشكل ده. نروح لاحسن ثلاث لاعبين واختيار حضراتكم في مباراه الاهلي وفيتا كلوب. بعدنا شويه لكن هي كانت المباراه الاخيره، وادينا فرصه للجماهير عشان التصويت. انا اللي لفت نظري والدرس المهم جدا في التصويت في ماتش الاهلي وفيتا كلوب على انه المثابره والاصرار على النجاح بالتاكيد لازم يوصلوك. ياسر ابراهيم كان مفاجاه المباراه، وكان الحقيقه باجماع كل الجماهير هو اللاعب اللي استحق المركز رقم واحد في مباراه الاهلي كافضل لاعب طبعا في مباراه الاهلي وفيتا كلوب باكتساح لياسر ابراهيم. ويمكن رساله بعتها اكتر من واحد لياسر في التصويت ده، هو ده ياسر اللي احنا نعرفه. نتمنى انه ياسر يكمل في نفس المستوى، اعتقد انه في حال تركيز شديده جدا تسمح له بده. ياسر مركز اول في استفتاء مباراه الاهلي وفيتا كلوب. في المركز الثاني وبشبه اكتساح يعني او بشبه اجماع كبير جدا وفارق كبير جدا على الاسماء اللي كانت بتنافس على المركز الثاني، كان محمد شريف. محمد شريف بيدخل مركز ثاني في مباراه الاهلي وفيتا كلوب وبياخد نقطتين في تصويت الجمهور. وفي المركز الثالث بعد منافسه الحقيقه كان موجود فيها اجاييه وكان موجود فيها ديانج وكان موجود فيها بدر بنون، قدر محمد مجدي قفشه انه يحسم المركز الثالث ويضيف لرصيده نقطه عشان تغير في جدول الترتيب العام. خليني اقف بقى مع حضراتكم مع لاعب الشهر في شهر مارس. زي ما حضراتكم عارفين اللي متابعين السادسه طبعا عارفين انه تصويت الجماهير في شهر ديسمبر كان لصالح كهربا كافضل لعيب في شهر ديسمبر، في شهر يناير كان كابتن وليد سليمان، وفي شهر فبراير كان كابتن محمد الشناوي، اما في شهر مارس ففاز باللقب لقب لاعب الشهر افضل نسر من نسور نادي الاهلي كان محمد شريف. هنستعرض مع حضراتكم بعض الارقام الخاصه بمحمد شريف، والحقيقه يمكن هو توهج بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، وخصوصا مباراه الاسماعيلي اللي فاز فيها محمد شريف بلقب افضل لاعب وحصد ثلاث نقاط. امبارح او نتيجه تصويت امبارح على مباراه الاهلي وفيتا كلوب كان في المركز الثاني حصد بيهم نقطتين وقدر بالخمس نقاط انه ياخد اعلى رصيد في لاعب الاهلي لشهر مارس، وبالتالي حصد لقب افضل لاعب. مرحبا بحضراتكم من جديد، والحقيقه شرف لينا هنا في السادسه ان يكون اول ظهور لكابتن محمد عامر نجم الاهلي السابق يكون معانا النهارده، نجم من نجوم النادي الاهلي، تاريخ كبير ومن الجيل الذهبي الحقيقه، حقق بطولات كتير مع النادي الاهلي ومنهم بطوله افريقيا اللي اكيد هنتكلم عنها بالتحديد. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، منورني في السادسه. انا مبسوط ان انا معاك النهارده ان شاء الله. وانا مبسوطه اكتر، وعندنا كلام كتير على المنتخب وعلى النادي الاهلي. نبدا بالمنتخب، وخليني ابدا مع حضرتك بانه شايف ايه بعد مباراه امبارح طبعا منتخب مصر وجزر القمر، شايف ايه اوجه الاختلاف بين المباراه دي ومنتخب مصر الفتره اللي قبلها، سواء بقى مباراه كينيا ما هي أو مباراه حتى كينيا اللي كان عليها دايما الهجوم على 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 حسام البدري وعلى المنتخب بصفه عامه. مباراة كينيا طبعا كانت مباراة سيئة جدا جدا في من حيث المستوى، لكن انا دايما اما اجي اتكلم على مدرب زميل ليا دايما احط نفسي مكانه واحط نفسي في نفس الظروف اللي هو يعني اتحط فيها في 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 هذا المكان. حسام البدري طبعا اللعيبة كلها يعني اتجمعت في خلال اربع خمس ايام، في لعيبه جت قبل الماتش ب 48 ساعه، ودايما الاجنده الدوليه او قوانين الفيفا بالنسبه لاستقدام الناس المحترفين اللي بره اي قبل الماتش ب 48 ساعه يا قبل الماتش ب 72 ساعه، فما كانش فيه الوقت اللي يحصل فيه الانسجام والترابط بين اللعيبه ويبقى فيه فرصه ان في يبقى في ماتش ودي يناسب الفرقه اللي انا رايح العبها زي كينيا من نفس المدرسه. كل دوت طبعا بيجي على حساب الاداء والانسجام والترابط في الملعب. فطبعا
يعني كينيا انا كنت شايف انها فرقه يعني فرقه طيبه قوي يعني فرقه مش على قد المستوى متواضع بتاع منتخب مصر والمستوى خلى السوشيال ميديا كلها بتهاجم حسام البدري وبتهاجم اللعيبه لكن طبعا ظروف كورونا والظروف اللي المنتخب محطوط فيها ان هو بيتجمع في فترات او الوقت اللي ما قدرش ياخده حسام البدري عشان يقدر يمرن ويحفظ والكلام ده كله. ممكن كذا حد يقول لك طب ما ده بيحصل مع كل المنتخبات في العالم، ما بقاش في وقت زي الاول ان يبقى في معسكرات ومباريات وديه وغيره يعني. ما هو انا معاكي بس في ظروف يعني اللعيبه لعيبه الاهلي والزمالك بتلعب في افريقيا، لعيبه بيراميدز بتلعب في افريقيا، في اجهادات برضو على اللعيبه، في ظروف كتيره محاطه باللعيبه، لكن برضو يعني وده مش مبرر، لكن بنقول ان هو يعني في ماتش امبارح الصوره تحسنت تماما وده يرجع للاعداد النفسي والذهني من حسام البدري للعيبه. اللعيبه عرفت ان فعلا لابد ان هم يعني اي نعم المباراه كانت تحصيل حاصل لانهم وصلوا بالتعادل مع كينيا 1-1 لكن الصوره اتحسنت جدا امبارح في الشوط الاولاني عملنا شوط عالمي لكن برضو الشوط الثاني رجعنا هدينا شويه وكاننا شبعنا خلاص جبنا 4 اهداف في الاول وهدينا يعتك ولا هتشتريها يعني هو اللي دايما الفرقه المصريه يكسب يطمن بجول ثاني ينام وبعدين ممكن فرقه زي فرقه ضعيفه ممكن في الوقت اللي هو بينام فيه او بيكسل فيه ممكن يتعادل وممكن يتغلب فطبعا ده ويمكن زي ما قلنا مباراه زي دي كانت خلاص تحصيل حاصل منتخب صعد وجزر القمر صعد ولكن في مباريات تانية مش هيبقى ينفع ابدا ان انت تكون مطمن ان انت كسبان بهدف او اتنين وتبدا تريح او تهدى يعني المفروض يبقى دايما عندك رغبه طول ما انت عندك فرصه انك تهدف وانك تكسب وانك تجيب سكور اعلى انك تعمل ده. ما ده طبعا ما هو يعني اللي كان المفروض حسام البدري يعمله انه مجرد ان المنتخب اتجمع والمحترفين جم وما عندوش غير يومين ثلاثه او 4-5 ايام يعني وقت التدريب او وقت التحفيز ووقت ان اللعيبه تعيش معايشه معسكر يعرفوا يقدروا ان هم يتجانسوا مع بعض ذهنيا وفي الملعب حسام كان مفروض ان هو يحط سيناريو للمباراه يعني يبقى عارف ان هو اول ما كان يكسب 1-0 في ماتش كينيا كان مفروض ان اللعيبه تبدا تحتفظ بالكوره تبدا ما تفقدش الكوره بسهوله نظرا بقى للاجهادات اللي موجوده نظرا لان اللعيبه برده كان بعيده عن بعض ما فيش ربط بين كل لعيب وبعض وما فيش ربط بين الخطوط كان يقف على الخط ويتكلم ويوجه اللعيبه يعملوا ايه اي نعم هيتكلم كتير هيزعق كتير في الملعب لكن السيناريو اللي يحطه على قد ايام التدريب وعلى قد التجمع اللي عمله كان يحصل ويبقى حافظ ماء الوجه بان هو طلع برضه كسبان لان فرقه زي كينيا فرقه ضعيفه راحت علينا 3-4 مرات اتعادلوا كان ممكن يجيبوا جول كان يبقى شكلنا مش مظبوط اي نعم احنا حققنا الهدف صلحنا الصوره في ماتش امبارح ده جميل دي صفحه بقى وهنطويها ونبدا نفكر في تصفيات كاس العالم المؤهله التصفيات المؤهله لكاس العالم في قطر بالظبط وهنتكلم عنها ونتكلم كمان اكتر عن مباراه امبارح بس برضو عايز اسال حضرتك كابتن محمد وانت بتتكلم على السوشيال ميديا وانتقادها لكابتن حسام البدري او للمنتخب الفتره اللي فاتت ويمكن على وقت حضرتك ما بتلعب ما كانش فيه السوشيال ميديا اصلا لا خالص ده احنا كان القناه الاولى والثانيه والساعه 12 القنوات توش انهي اريح يا كابتن نعم انهي اريح دلوقتي العصر ده والله بصي اللي بيلعب في المنتخب او بيلعب في النادي الاهلي احنا كنا
ما كنا بنلعب في النادي الاهلي كان في جمهور عريض جدا، يعني الجمهور كان بيحضر اكتر من دلوقتي. يعني احنا كان استاد القاهره ده 100 120 الف كانوا بيبقوا موجودين في الملعب. واحنا كمان كنا بنلعب للجمهور، وما كانش في احتراف ولا كان في فلوس، احنا ما كناش بناخد فلوس اصلا، يعني ما كانش في احتراف عشان اللعيب اللي ابو 100 مليون واللي ب 120 مليون واللي بيدفع فيه كل الفلوس دي. يعني انا جيت النادي الاهلي ب 7500 جنيه، طاهر الشيخ جاب 7000 جنيه، يعني فلوس لا تذكر. لكن احنا كنا بنلعب فعلا الجمهور كان بيحركنا. يعني اي نعم الجيل بتاعنا في كل انديه مصر كانت في لعيبه كويسه جدا، الجيل بتاعنا في النادي الاهلي كان جيل جامد جدا، يعني اي واحد فينا كان يقوم بفرقه. طبعًا. احنا كنا 30 لعيب كلنا احسن من بعض. كان اللي بيخش ال 11 لعيب ده كان يعني بيبقى بطل، اللي بيخش ال 18 ويبقى احتياطي بره بيبقى قاعد متحفز لخمس دقايق ينزلهم عشان يحط رجليه، واللي بيحط رجليه ما بيشيلهاش ولا بتضلين، لانه عارف لو هو حتى هوى اتصاب بعد بس كده واحد هيخش مكانه مش هيشوف نفسه تاني. فكده كده الضغط موجود والمسؤوليه موجوده، يعني مش ناقصين سوشيال ميديا. يعني هو النادي الاهلي عودنا او علمنا ان احنا دايما نبقى متحملين مسؤوليه نادي كبير. يعني النادي بيلعب على البطولات بس، مش بيلعب على انه يبقى في المنطقه الدافيه ولا في منطقه الوسط او بيصارع على الهبوط، لا ده بيلعب على حاجه واحده بس هي البطوله. فكان بيغرز فينا ازاي ننزل نجيب الثلاثه بنط، يبقى عندنا رغبه في الفوز، عندنا رغبه في احراز البطوله. فدي كانت موجوده، الرغبه دي كانت بتحملنا مسؤوليه كبيره جدا، لان احنا بنلعب باسم احسن نادي في افريقيا كلها طبعا، وتشجيع جماهيرنا لينا وحضورهم في كل مباراه بهذا بالشكل الكبير دوت كان بيحملنا ناحيه مسؤوليتنا، لان احنا كان بيحملنا مسؤوليه ناحيه جمهورنا، ان احنا لازم نفرح جمهورنا باداء وبنتيجه. احنا كنا لما بنقف في استاد القاهره وبنقرا الفاتحه وكنا نكلم بعض نقول يا جماعه احنا عايزين النهارده نفرح الناس دي ونشاور على الجمهور. فكانت حته نوع المسؤوليه عندنا كان مغروس فينا اصلا. طب شايف ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الجيل بتاع حضرتك والجيل الحالي؟ ايه الفروقات اللي بتشوفها تقول على ايامي ما كانش فيه الكلام ده؟ هي هو حته المسؤوليه. يعني هو يعني الجيل بتاع اليومين دول محتاج الشحن المعنوي كتير جدا، محتاج التأهيل الذهني لكل مباراة، ان كل لاعب يبقى عارف الفريق نازل عارف قيمة هذه المباراة للبطولة اللي بيلعب فيها. كون ان في فرق بين مباراة كينيا ومباراة امبارح ده فرق كبير. اللعيبة غير، وهم نفس اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا، في تغييرات بسيطة حصلت، وضغط او الضغوطات اللي كانت محطوطه على اللعيبه في انهم عاوزين يكسبوا او يتعادلوا عشان يحققوا الهدف انهم يوصلوا لنهائيات افريقيا اتشال من عليهم. لكن ده بيبقى هيجي هنا دور الجهاز الفني والاداري. طب شفت ازاي ضغط الجماهير والسوشيال ميديا؟ انت مع ده ولا ضده؟ مع انه شايف ان ده في مصلحه المنتخب ومصلحه كابتن حسام البدري انه يشوف الناس بتنتقد وشايفه ان في مشاكل في المنتخب وان ده مش منتخب مصر ولا لا مش لا ما هو بص انا مش عاوز انتقد، وانا مش عارف الظروف اللي بتحيط بالمنتخب ايه، مش عارف الظروف اللي بتحيط باللعيبه ايه. حسام البدري عاوز يكسب ومصلحته في المستوى العالي للعيبه، يعني في ناس بتنتقد حسام البدري يقول لك انت ما لعبتش ليه محمد شريف، لا كان يلعب على مصطفى محمد، ده انت ما لعبتش ليه فلان. كل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد وجهه نظره تحترم، لكن حسام البدري بيشوف مين احسن واحد في الماتش ده، مين ينفع الماتش ده ومين ما ينفعش الماتش ده، مين مستواه اعلى من التاني وبيلعبه عشان هو عاوز يكسب. فاللي مش عايش في المطبخ بيقول اي حاجه اي كلام،
حسام البدري يعني هوجم بشكل وفي يعني في ضراوه شديده جدا عليه، ان هو يعني يعني مستوى المنتخب مش كويس، في ظروف هو عاش فيها. اعتقد ان هو بيطلب دلوقتي وقت ان هو يتمرن احسن بالزبط. يعمل مباريات ودية وده حقه. انا اشتغلت مع الكابتن محمود الجوهري 5 سنين في المنتخب بعد 90، كنا بنعمل معسكرات، وكنا المعسكرات دي اولا بتقرب اللاعبين من بعض، لعيبه الاهلي والزمالك كنا بنبيت لعيب من الاهلي مع لعيب من الزمالك في اوضه واحده، وهم بيتالفوا مع بعض في الملعب وخارج الملعب، ودي حاجات مهمه جدا. علاوه على ان بتدي فرصه للمدير الفني ان هو يحط بصمته مع اللعيبه، يحفظ اللعيبه على كل حاجه هو عاوزها، عشان يبقى قاعد بره ما يتكلمش كلمه من على الخط، يبقى قاعد حاطط رجل على رجل، عارف ان اللعيبه محفظها في التمرين وعارف انها هتعمل ايه. طب عايز اسالك بقى على كام لاعب في مباراه امبارح، بس عايز ابدا بمحمد شريف، مش عشان جاب هدف بس، عشان تحركاته في الملعب، عشان سرعته، علشان بشوف ان اللاعب ده يا كابتن يعني مش شرط يكون بياخد مباريات بشكل اساسي دايما مع النادي الاهلي، علشان لما تحتاجه تلاقيه في الفورمه، دايما موجود في الفورمه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب. أيوة. شفته ازاي في مباراه امبارح؟ بصي انا يعني لو متابعاني في على السوشيال ميديا، انا بروح كم حته، محمد شريف انا بقول هو راس حربة الفتره القادمه، هو ومصطفى محمد. كل واحد فيه ميزه عن التاني. يعني مصطفى محمد محطه كويسه جدا، قوي، بيقدر يحضن على الكوره، بياخد كل الكور العاليه بشكل جيد جدا، خاصه الاوفرات اللي من على الجناب. محمد شريف من النوع اللي بيتحرك بشكل كبير جدا، بيخلق مساحات للناس اللي جايه، سريع، لو في واحد ضد واحد عنده قرار، بيقدر عنده التصرف اللي يتصرف بيه بالكوره بشكل جيد، هداف، عنده احساس بالثلاث خشبات، حاجه جميله جدا بصراحه. يعني أكيد. انا اتبسطت جدا ان حسام البدري اداله، وحسام البدري حتى لما تبص للمباراتين، هو حسام البدري طبعا في الماتش بتاع كينيا كان يعني حريص شويه في ان هو، حتى لما تيجي تبص لنص الملعب تلاقي فيه تلاقي طارق حامد وحمدي فتحي، اتنين ديفندر ومن قدامهم قفشه، فكان عاوز يمسك نص الملعب ويحافظ شويه، لانه برضو ما هوش مش عارف كينيا بالشكل بس كان في انتقاد في النقطه دي، ان انت جايب اتنين يعني نفس الوظيفه في الملعب جنب بعض. ما هو عشان حريص شويه، هو الاتنين ديفندرات ما عندهمش الطابع الهجومي، غير ان قفشه قدامهم بيأمنوا قفشه، لان قفشه هيلعب حر في المنطقه اللي هي تحت رؤوس الحربه، وبالتالي هينضموا لما بنفقد الكره، هينضموا للديفنس بتاعنا بحيث ان ما يخلوش يبقى في كرات خطر علينا. فهو كان حريص شويه، حرصه دوت جه على حساب ان احنا ما حطيناش غير جول واحد، وجول واحد قلقنا وتعادلنا وقلقت من الشكل في الاخر. يعني انت تعادلت وحققت الهدف، بس خفت من اللي جاي، يعني خفت من بعد كده. انت في تصفيات كاس العالم وفي البطوله نفسها، يعني دايما بنقول لازم ندي رساله قويه للمنافسين. أيوة. ان منتخب مصر لا موجود وجاي ينافس على اللقب، ما عشان كده هو عشان عايز يدي رساله قويه للمنتخبات لما يروح حتى بتصفيات افريقيا او يروح تصفيات كاس العالم اللي جايه. هو لعب في الماتش الثاني، لعب بسوليه ولعب ب النني. النني، ما انا كنت عايز اسالك بقى على النني والسوليه. الاثنين وقدامهم قفشه، يعني هو برضو حافظ على كيان او هيكل الفريق، ما غيرش كتير، يعني غير قدام بس مصطفى محمد لعب مكانه محمد شريف، وغير مكان الاثنين الاثنين وغير محمد هاني. لا ما انا بتكلم خط يعني، وغير في نزل سوليه ونزل النني مكان طارق حامد وحمدي فتحي بالظبط، وقفشه
كان لعب الماتش اللي هناك والماتش اللي هنا بالظبط. هو لما لعب الاثنين اللي هم النني والسوليه، الاثنين دول عندهم الميول الهجوميه بالزبط. عندهم بيسددوا كويس من بره ال 18 وبياخدوا القرار، عندهم رؤيه كويسه جدا. فعشان كده هو في 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 شوط في نص ساعه او في 40 دقيقه جاب اربع جوال. لو تلاحظي ان النني جاب جول، اول جول اللي جبناه هو النني. هو طبعا ناس عملت هجوم كبير جدا على حسام البدري بسبب النني، لان النني مستواه العالي جدا مع الارسنال في الفتره الاخيره كان يعني يؤهله ان هو يلعب من اول المباراه بالزبط. لكن هو ليه وجهه نظر ووجهه نظر تحترم. احنا جايبين مدير فني مش عشان السوشيال ميديا يجيبوه يمين ويجيبوه شمال. احنا بنديله الحريه ان هو يتصرف زي ما عاوز، لانه المسؤول الاول والاخير عن النتيجه والاداء. هو اللي هيتحاسب بالظبط، هو حقق الهدف ولا لا بالظبط. عنده هدف الوصول لكاس العالم برضه جاي، هيبقى برضه يعني احنا معاه مع حسام البدري. وبعدين ده مدرب للمنتخب، واحنا يعني مش هنستفيد حاجه ان احنا نهاجمه وما نخلوش يعرف يشتغل. هي مش بيبقى مهاجمه يا كابتن محمد، يعني في بقول يعني بلسان الناس اللي ممكن تبقى بتتفرج علينا في الحته دي، بيبقى في بس غيره على المنتخب في حته انه طب ليه نص الملعب كده؟ طب ما انت عندك كابتن ارسنال، طب ما تنزله، فاهم؟ هي مش بيبقى المقصود كابتن حسام البدري ان هو يتم مهاجمته او منتخب مصر، انت عارف قد ايه المصريين بيعشقوا الكوره، فاللي هو بيبقى كل واحد عايز انه المنتخب يظهر بافضل شكل ليه، خصوصا يا كابتن محمد ما اعرفش تتفق معايا ولا لا، بقالنا فتره ما شفناش الشخصيه بتاعت منتخب مصر من ايام كابتن حسن شحاته كده، نفسنا نرجع للايام دي ونشوف الكوره الممتعه الهجوميه بتاعت المنتخب. الاجيال اتغيرت كله اتغير. الاجيال اتغيرت، يعني الجيل بتاعنا غير الجيل بتاع ابو تريكا وبركات. بس الجيل الحالي كويس يا كابتن، وكلهم اسماء كبيره قوي. جيل كويس، بس هو جيل حته تحمل المسؤوليه لازم يعني على طول ما نغيبش عنه. نش لازم نشحنه، لازم نخلق له دوافع جديده. بالظبط، الله ينور عليكي. يعني حته الدوافع دي ممكن يعني مثلا انا كنت ماسك اسوان زمان في 97 وكان كان معايا لعيبه جامدين جدا والله. يعني انا عملنا موسم، احنا طلعنا خامس في الموسم دوت، وكان اول سنه يصعدوا للدوري الممتاز. كنت بشتغل على دوافع ان انت النهارده انت بتلعب في اسوان، بكره تروح الاهلي، بكره تروح الزمالك، بكره مش عارف ايه، بيلعب هو على الدافع دوت. الدوافع دي مهمه جدا. احنا كان جيلنا مش محتاج دوافع، بالرغم ما كناش بناخد فلوس. احنا سنه 82 خدنا بطوله الدوري وخدنا اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي من كوتوكو في كوماسي. خدنا في الدوري، في بطوله الدوري 2000 جنيه وبطوله، وكان ده اكتر مبلغ خدناه في حياتنا انا شخصيا من 77 ل 87، 10 سنين في النادي الاهلي. ده اكبر مبلغ خدته في حياتي في النادي الاهلي، 12000 جنيه، 10000 جنيه بطوله افريقيا و2000 جنيه دوري. ف يعني الدوافع عندنا كانت حب الجمهور لينا، حبنا للجمهور، عايزين نفرح جمهورنا، عايزين نجيب البطولات لنادينا. كان مش زي الجيل بتاع النهارده. هل الفلوس دلوقتي رقم واحد عند الجيل بتاع النهارده؟ ايوه رقم واحد. النهارده اللعيب عاوز يبروز الجنيه ويسجد له، استغفر الله العظيم. يعني لا مش عايزين نقول بقى في اكم لعيبه سابوا اماكن هنا في النادي الاهلي وراحوا عشان الفلوس. كنت بتشوف ده ازاي يا كابتن لما بتتابع المواضيع دي؟ انا شفته في نفسي لما جالي النادي الاهلي عرض عليا ان انا انضم من كفر الشيخ، وانا في كفر الشيخ لعيب بلعب في الاقاليم وبلعب في الدرجه الثانيه. كان جاي لي ساعتها سفريه السعوديه مع الكابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه، انا وحمدي نوح ومجدي كامل لعيبه ما كنتش انت لسه جيتي. لعيبه كبار طبعا. لعيبه كبار ولعيبه كويسين. كان جاي لي عرض السعوديه بفلوس كويسه، انا فضلت العب للنادي الاهلي
وابقى ليا بقيه بعد ما بطل في النادي الاهلي. وبعد ما لعبت 10 سنين في النادي الاهلي كان ليا بقيه فعلا في التدريب. انا دربت 25 سنه بتدرب بشتغل في مدير فني. فالنهارده بقت الماده هي كل شيء. الماده اي نعم وسيله لكن هي مش كل حاجه. وده حقهم خلي بالك، لان العالم كله شغال على كده. فين اكتر بروح بغض النظر بقى ان اكتر ده فين حته او هل ده صح ان المفروض يكون الفلوس رقم واحد وبعد كده يجي بقى الانتماء وحب الجماهير والولاء وكده؟ ما هو ده بيرجع لشخصيه اللعيب نفسه بقى. ده بترجع ليه هو. يعني انا عن نفسي استغنى عن اي حاجه في سبيل ان انا اكسب حب الناس وما زعلش ناديه اللي رباني واداني اسم وجماهيره الجماهير اللي خلتني ابدع في الملعب واشتغل بشكل كويس وارفع من مستوايا. الجماهير دي يعني انا اعتقد الجماهير دي برضو الولاد دول اللي هم حاليا اللعيبه بتوع اليومين دول محتاجين الجماهير. الجماهير لما هترجع كل واحد هيطلع احسن ما عنده، فالجماهير مهمه جدا في الملعب يعني. طيب خلينا بقى نروح لمباراه المريخ. النادي الاهلي احنا خلاص قفلنا بقى صفحه المنتخب. روح للنادي الاهلي ونتكلم على مباراه المريخ، هتكون يوم السبت ان شاء الله والفرقه هتسافر بكره. شايف المباراه دي بتمثل لنا ايه ومدى اهميه الفوز بمباراه المريخ؟ اولا النادي الاهلي يعني بدايه من مباراه فيتا كلوب اللي حصلت هنا وتعادلنا فيها ورحنا لعبنا فيتا كلوب مباراه العوده هناك وظهر لعيبه النادي الاهلي بشكل جيد هناك في خارج ملعبهم. يعني ادونا صوره جميله جدا على تحمل المسؤوليه وعلى انهم فعلا عارفين ان هم متحملين مسؤوليه ناديهم ونادي كبير. فمباراتهم مع هم دلوقتي لازم يجهزوا نفسهم كويس جدا انهم يكسبوا المريخ بره. وهنرجع على اخر مباراه لينا مع سيمبا. فمكسبنا بره ومكسبنا مع سيمبا هيركبنا المجموعه كلها. وده يعني هيوصلنا للدور الربع النهائي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شايف المنافسه بقى ازاي بعد كده في البطوله؟ شايف مشوار النادي الاهلي سهل صعب؟ هل زي النسخه اللي فاتت؟ لا صعب. مفيش حاجه سهله. بصي يعني حتى المباريات اللي احنا لعبناها مع فيتا كلوب، كان الماتش بتاع هنا في مصر النادي الاهلي ضيع ولا 15 جول. يعني ضيع فرص ما تضيعش. لو هو عاوز يضيعها بعد كده، لو لعبنا الماتش ده مليون مره هنكسبهم المليون مره. فالنادي الاهلي دايما لما بيعمل حساب الفرق بيكسب. وكانت المنافسه الحقيقيه بيننا وبين فيتا كلوب، لان فيتا كلوب هو كنا احنا 4 بونت وهو 4 بونت، وكان لازم نكسبه بره عشان نكسبه عشان يزيحوا من 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 قدامنا خالص. لو التعادل كان هيخلي الامور في ايد غيرنا، لان احنا لما نتعادل مع فيتا كلوب مش هنقابله تاني. فاهمه. ده كان ماتش العوده. فكان لازم احنا نكسبه عشان نتفوق عليه، وبعد كده يبقى الامور في ايدينا احنا. الامور دلوقتي في ايدينا ان احنا نكسب المريخ، نكسب سيمبا في مصر ان شاء الله بعد المريخ، عشان نحتل اول مجموعه. وماتش المريخ مش سهل. النادي الاهلي، وهنا برضه هيبقى في دور لسيد عبد الحفيظ مدير الكوره والجهاز الفني والاداري في ان هم برضه يحفزوا اللعيبه بشكل كبير جدا، لان طبعا على مدار حياتنا في الكوره دايما لما كنا بنروح نلعب المريخ، لعب الهلال السوداني كنادي اهلي، في ند بيننا وبين اخواتنا في السودان. اخواتنا طبعا في السودان، لكن في الكوره كان بيبقى في كان في ند كبير جدا بيننا وبينهم يعني. وعلى مدار المباريات اللي فاتت
نادي المريخ اتعادل مع سيمبا في تعادل، وكان ممكن يتفوق عليه. فاحنا المباريات مش مضمونه، فلابد اننا نحترم الخصم ونحترم المريخ ونروح على ان احنا عايزين نكسب باحترامنا ليه. فكده هنكسب وان شاء الله نرجع نتقابل مع سيمبا ونكسبهم كمان ونبقى اول مجموعه ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي الفتره دي بتعيش اجواء مختلفه قوي يا كابتن، يعني بتتكلم على ضغط مباريات شهر ابريل بس 8 مباريات ومختلف المسابقات بقى، كاس مصر على دوري على دوري ابطال افريقيا. ان انت تفصل بين ده وده وده واللعيبه تبقى مركزه قوي في كل حاجه على حده، يعني ده بيحصل ازاي؟ ايه دور الجهاز الفني؟ المفروض يعمل ايه عشان يخلي اللعيبه تقدر تتعامل مع ضغط المباريات دي والبطولات المختلفه؟ ما هو بص شوفي، يعني احنا بنتكلم على السوشيال ميديا والهجوم، ما هو قبل كده برضو الناس هاجمت موسيماني برضو عشان خاطر الاداء والنتائج بسبب ماتش فيتا كلوب عندنا، سفريات ورا بعض. والسفريات ده هم كمان بيسافروا بطياره خاصه دلوقتي، ده احنا كنا بنسافر ترانزيت مش عارف في كينيا 8 ساعات، في الكاميرون 4 ساعات، على بال ما توصلي وصلت في يومين بالطياره. يعني كوماسي لما رحناها رحنا 14 ساعه في الجو، 14 طيارات حربيه، طياره حربيه 14 ساعه ما نزلناش ترانزيت، يعني طاقمين طياره كانوا بيغيروا. فالإجهاد ده كله ممكن يجي في دروب في ماتش في الدوري يبقى نبقى وحشين، لكن حققنا الغرض وكسبنا خلاص مفيش مشكله، ده كل ده وارد. حضرتك بتتكلمي دلوقتي عن في 10 ايام هيبقى في كم ماتش؟ هيبقى الشهر الجاي 8 مباريات، يعني شهر كل يومين مباراه، كل 3 ايام مباراه. طيب طيب ما هو هنا 6 في رمضان واثنين بعد رمضان. هنا دور الجهاز الفني والطبي بصفة خاصة، الطبي في عمليات الاستشفاء، ونرجع اللعيبة لحالتها الطبيعية تاني، لان النهاردة الامور دي بقت موجودة وموجودة في العالم كله وموجودة عندنا في النادي الاهلي من زمان. يعني اللعيب ممكن نرجعه لحالته الطبيعية بعد ما يخلص الماتش، يبقى بعد 3 ايام هيلعب ماتش تاني، هيلعب بنفس القوه وبنفس الكفاءه اللي كان لعب بها الماتش اللي قبليها، لان في مغطس، في مغطس ثلج، مغطس سخن، حاجات الدكاتره على طول والجهاز الطبي قايم بدوره على اكمل وجه مع اللعيبه، في ان هو بيعالج اللعيبه في اللي عنده كدمه، اللي عنده تعبان من تعب معين. ف يعني لازم يبقى فيه اهتمام زايد شوية عشان نواجه القصر الفترات القصيرة اللي هي بين الماتشات. طيب بتشوف ازاي بقى مستر بيتسو موسيماني هو بيتعامل مع لعيبة النادي الأهلي فنيا ونفسيا؟ يعني أنا ما قعدتش مع حضرتك من ساعة ما بيتسو موسيماني أول مرة أتشرف بحضرتك، شايف ازاي من هو بقى أول ما تولى المسؤولية بالنادي الأهلي؟ إيه الفروقات اللي حصلت؟ مين اللعيبة اللي تطورت أكتر تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني؟ بص، هو موسيماني راجل، انا طبعا انا ما اتعاملتش معاه عن قريب يعني، لكن من بعيد كده بحس انه راجل طيب، طيب جدا، وهو بيتعلم من اخطائه. هو ساعات بيخطا في مثلا في التشكيل، ساعات بيخطا في قراءه المباراه. الميزه اللي فيه ان هو بيتعلم من اخطائه وبيصلح، ودي حاجه كويسه جدا. الانسان هيفضل يتعلم لغايه لما يموت، مش عمره ما هيجي يجيله فتره يقول خلاص انا اتعلمت كل شيء. طب. انا جهبوز الجهابزه. ما فيش انسان كده ابدا. فدي من مميزاته. الحاجات الثانيه من المميزات الجميله اللي فيه ان هو قريب للعيبه واللعيبه بتحبه، وعلى طول واقف على الخط متعايش مع المباراة، بيقود المباراة بشكل كبير جدا، معاه طبعا سامي قمصان يعني بشكل جيد، يعني تحس ان هو مندمج مع اللعيبة واللعيبة بتحبه. فنيا زي ما قلت لحضرتك كده، هو فعلا لما بيخطأ بيصلح من خطأه، وده احنا بنحس بيه كمدربين فنيين من بعيد،
بنحس ان هو اخطا في مثلا في مباراه، فالمباراه اللي بعديها بي 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 بيصلح هذا الخطا. اولا رجوع اللعيبه اللي هي كانت المعارين زي محمد شريف، زي ندفد، زي ناصر ماهر، زي صلاح محسن، وده برضو يعني بحس ان هم بقوا لهم ثقل في الـ في الـ في الـ في فريق النادي الاهلي، ودورهم هيبقى دورهم جاي. يعني محمد شريف النهارده بدا يحط اقدامه بشكل كبير جدا، وانا بصراحه من الناس اللي بايده لان بحبه جدا. قفشه كمان من اللعيبه اللي هو قدر ان هو يخلاه يطلع كل اللي عنده. يعني قفشه النهارده من مباراه النادي الاهلي لمباراه المنتخب امبارح، يعني بيتالق وبيحط جول وبيعمل اسيست لثلاث اهداف، حاجه جميله جدا. النهارده برضو ياسر ابراهيم بدا برضو معاه بالتدريج. النهارده ياسر ابراهيم من احسن السردباكات في مصر، يعني حاجه جميله جدا. ايمن اشرف انا بسميه قلب الاسد، مقاتل، يعني قلب الاسد فعلا. بتحطيه باك ليفت بيلعب، بتحطيه سيرد باك بيلعب، بتحطيه في اي مكان بيلعب، يعني ده بصراحه حاجه جميله جدا. انا يعني مش عايز اقول ان كل لعيبه النادي الاهلي بقت دلوقتي على قدر كبير من المسؤوليه، وده بحس من موسيماني في تصريحاته وهو كان رايح فيتا كلوب، قال انا رايح اكسب وارجع. وفعلا وده مش من فراغ، هو مش غرور، خلي بالك في ثقه، وبينقل الثقه دي للاعيبته وده مهم جدا في المباريات. وقال الكلام ده مع برضه هو رايح المريخ، وانا عارف ان هو ازاي بيوصل اللعيب انه يتحمل مسؤوليه المباراه، اكيد، ويتحمل ان هو يكسب المباراه ويرجع كسبان. اكيد. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجم الاهلي كابتن محمد عامر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه منورني نجم الاهلي السابق كابتن محمد عامر. ويمكن في الفاصل كنا بنتكلم يا كابتن مع بعض، بندردش كده، فجت سيره اللقطه بتاعت محمد صلاح في مباراه امبارح مع المنتخب، وحضرتك ليك تعليق عليها. والله يعني بصراحه انا شايف ان حاجه دي بتسيء لمحمد صلاح نفسه. وبعدين احنا في 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 وقت في كورونا وفي وباء، وفين بقى الضوابط في الصوره معانا يا كابتن؟ يعني فين الضوابط في الاستاد؟ كورونا. طيب يعني حتى انه نخاف على مستقبل الراجل ده علشان ده ليه مستقبل دول دخلوا كبير. دول دخلوا ازاي؟ طب هيخشوا عشان يتفرجوا، بيقعدوا في المدرج، يخشوا الملعب ازاي؟ ازاي دول دخلوا؟ ده انا واي حد من زمايلنا لو راح الاستاد عشان يخش يتفرج على الماتش، واحنا كمعروفين بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب جدا. والاعلاميين والصحفيين بيروحوا، صعب انهم يخشوا، ومفيش مشكله انه يكون لازم صعب، لازم تصريح ولازم مش عارف بالظبط. دول دخلوا ازاي؟ مين المسؤول عن دول؟ مش هنقول بقى غير علامه استفهام بس. يعني دول بيسيئوا لينا احنا كشعب. دول بيسيئوا لينا، بيسيئوا لمحمد صلاح اللي هيروح ليفربول هناك، يقولوا ايه المناظر دي؟ ايه المناظر دي؟ محمد صلاح يعني شخص عالمي، واي لقطه عالميا بتنتشر، وخلي بالك يعني الذنب مش عليهم، الذنب على اللي دخلهم. مين اللي دخلهم؟ هو طبيعي ان محمد صلاح شخص محبوب جدا وفي جماهير كتير بتجري وراه، ولكن بيبقى فيه يعني الوقت والزمان ويعني قوانين برضو، ما يبقاش في قلب مباراه منتخب مصر وبعد المباراه لقي ناس نازله على ارض الملعب، يعني من هنا جت ماشي نقول ان الحاجات دي بقى عاديه عندنا لان احنا في مصر. ده في مرض دلوقتي موجود اسمه كورونا. بالظبط ما هو فكره بقى الوقت، وقت كورونا دي يعني المفروض اخاف من كتر ما انا بحبه اخاف عليه، يعني اخاف انه ممكن يحصل له اي حاجه. طبعًا. اي مشكله طبعًا. سواء مع نادي ليفربول او مع المنتخب. انت عارفه ان المرض ممكن حد يبقى شايله بس لسه ما مش باين الاعراض، ممكن واحد يصيب اللي حواليه. فطبعا يعني ده منظر يعني اتمنى انه ما يتكررش تاني في مصر. اكيد. طيب
نرجع لبطولة أفريقيا ونروح لبطولة 82. أيوة. وعايزك بتقولي الفروق بقى بين يعني وقت أفريقيا وكنتوا بتستعدوا إزاي، وإيه الفرق بين دلوقتي ووقتها؟ شايف أوجه الاختلاف؟ بصي، في فروقات فنية في الفرق نفسها. فرقة قوية جدا جدا جدا. في الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه أفريقيا ما كانش الاحتراف يعني انتشر بشكل كبير في أفريقيا. فاللعيبة الجيدة كانت موجودة في أنديتها. ما فيش لعيبة راحت بقى الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الألماني. النهاردة اللعيب بس يبقى عنده 15 سنة 16 سنة ولعيب جيد بيروح أفريقيا، على بيروح أوروبا بيتاخد على طول. فالأندية مش زي زمان. زمان كانت اللعيبة الأندية قوية جدا بلعبتها المميزة. يعني احنا بطولة أفريقيا 82 كنا بنلعب مع كوتوكو. احنا كسبنا كوتوكو هنا 3-0. كسبناهم في 25 دقيقة. يعني كابتن جوهري كان أياميها مدير فني رحمة الله عليه، الله يرحمه، كان دايما معودنا ان احنا لازم الماتش يخلص في النص ساعه الاولانيه. ننزل نضغط على الفرقه في 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 في, في النص ساعه الاولانيه نكون خلصنا خلص الماتش. بعد كده بقى يبقى المباراه تبقى سجال بيننا وبينهم. احنا خلصنا عليهم في نص ساعه او في 40 دقيقه يعني بمعنى اصح. هم مسكونا قطعونا بقيه الماتش لانهم كانت لعيبه جامده جدا، لعيبه كويسه جدا. احنا لو ما كسبناش ثلاثة في مصر ما كناش قدرنا نكسبهم هناك. احنا تعادلنا هناك 1-1 في كوماسي. فده الفرق الفني بين انديه افريقيا النهارده وانديه افريقيا زمان ايامينا. احنا رحنا طبعا الفرق بقى في المواصلات. يعني احنا رحنا مثلا فرق من ضمن الماتشات بتاعت السنه دي كان كنا بنلعب بريورز الاوغندي في اوغندا. ورحنا اوغندا في يعني وصلنا اوغندا مثلا رحنا كينيا، قعدنا في كينيا، وصلنا كينيا من القاهره لكينيا 12 ساعه ترانزيت، وال 12 ساعه يبداوا من الساعه 12 بالليل. يعني المفروض ان احنا كلمنا الناس هناك عشان يدخلونا نبات ونطلع بدل ما هننام قاعدين كده في المطار. ما رضوش يدخلونا. كل واحد بقى اللي نام على دكه، اللي نام على كنبه، اللي نام على بتاع 12 ساعه. صعب قوي. وبعديها طلعنا على اوغندا. رحنا اوغندا لقينا في هناك حرب اهليه وحظر تجول من الساعه 6. مفيش فنادق. في اوضه في فندق من الفنادق، واوضه تعبانه جدا نام فيها 6 من اللعيبه، كان شطه بقى والخطيب اوضه فيها 6. الباقي مش لاقيين له مكان ينام فيه، بقيه البعثه وبقيه الاداريين وبقيه اللعيبه. فشركه النصر هناك موظفينها كل واحد قاعد، اللي قاعد باسرته في شقه، كل واحد خد 2 لعيبه عنده في الشقه يقعد يبات هناك. احنا رحنا هناك اسبوع. الاتوبيس كان يفوت على الـ على الـ على البيوت دي يلم اللعيبه عشان نروح نتمرن، ويفوت يرجعهم تاني على الـ على البيوت. واديتوا ازاي في الماتش ده؟ احنا اولا لما رحنا المباراه كان هناك المطر في اوغندا شغال ليل نهار. وحضرتك بتحب المطر؟ انا بحب المطر. اتفقنا على الموضوع ده. بس ما في الماتش لان احنا كنا واقفين كل واحد واقف في بركه. بمعنى يعني كل واحد واقف في بركه. اتغلبنا 2-0. لما جينا هنا كسبناهم 6 يعني بدون رحمه. 6 هناك ما كناش عارفين. بقول لك بنجري في بركه. هم كانوا فريق مرعب. ده اللي انا عارفه. الاهلي وقتها يعني. طبعا احنا غلطتين من الديفنس، لان مش عارف يشتت الكوره. الكوره بتنزل ما بتطبش، بتقوم نازله في لمؤاخذه في الطينه. أيوة. في الميه تقوم متزحلقه رايحه للفيرود يحطها. فكان امور غير طبيعيه كنا بنلعب فيها. لما جينا هنا استاد القاهره طبعا كان الناس جايه مش مصدقه ان احنا اتغلبنا 2-0.
و... بس متهيألي بعد الظروف اللي حضرتك حكيتها دي كلها نتيجة منطقية يعني. ما هو ده شوف حضرتك اللي التلفزيون قال مش هنذيع المباراة، الاستاد اتملى على الآخر، قاموا مذيعين تاني ان المباراة هتتذاع لان الاستاد كان اتملى 120 ألف متفرج، كان العواميد بتاعت الإنارة دي واقف عليها ناس. يعني لما اجيب لك الماتش ده، وانا عندي الماتش، لما اجيب لك الماتش ده تبص عواميد الاناره نفسها بتاعت استاد القاهره واقف عليها ناس. فنزلنا الماتش كسبناهم 6. الكتوكو بقى رحنا بطياره حربيه لان احنا رايحين كوماسي، وكوماسي دي المطار بتاعها حربي ما ينزلش فيه طيران مدني. فساعتها طلعوا لنا طياره حربيه، رحنا فيها قعدنا 14 ساعه في الجو، كان طيارين طياره بيتغيروا علينا، ووصلنا هناك طبعا. مش فريق كوتوكو كان وقتها قوي جدا يا كابتن، وكان غلب الزمالك قبلها 5. ايوه ايوه غلب الزمالك 5-0. احنا رحنا بقى هناك قعدنا في فندق، وجم صحونا في الساعه 5 الصبح يوم المباراه، اللي قعدوا يخبطوا على الشبابيك والجمهور وكده، ورحنا وقفونا قبل واحنا رايحين الاستاد، استاد كوماسي، رايحين وقفونا حوالي ساعتين قبل الساعتين اللي هم المفروض ان احنا نخش فيهم الاستاد ونأهل نفسنا بقى، كل واحد يطلع لبسه ويطلع الشورت والفانيلا والشراب، واسكان يبقى فيه مساج عشان التسخين، والدكاتره اللي بيلف انكر رجله. ساعتين بنبقى موجودين في اوضه اللبس لكل الاجراءات دي. الساعتين دول وقفنا فيهم بره في الاتوبيس، وكان الجو كان حر جدا لدرجه ان كلنا من كتر الحر قلعنا لبسنا كله، ما كناش واقفين غير بالشرطات. ولما سمحوا لنا نخش، سمحوا لنا طبعا، دخلنا قبل الماتش ما يبدا بربع ساعه، يا دوب لبسنا الجزمه والشراب والبتاع ده كله من غير تسخين، ما سخناش، دخلنا الملعب. الحكم بدا المباراه، سنتر الكوره، وبدانا المباراه طبعا على بال ما فوقنا في التلت ساعة الأولانية كان دخل فينا جول. قلنا بس ده احنا هنشيل كده، ده احنا ما كناش فايقين، ما سخناش، ما عملناش الإحماء اللي هو المفروض يؤهلنا ان احنا نجري سبرنت ويبقى يعني يؤهلنا ان احنا نلعب ماتش يعني. لما دخل فينا الجول بدأنا بقى نفوق، بدأنا نشوف نفسنا، لعبنا بقى كانت الحرب او المباراة كانت سجال بيننا وبينهم لغاية لما الخطيب جاب الهدف التعادل. اكيد وتعادلنا. حضرتك كنت بتحكي كأنك يعني عارف التفاصيل كلها كأنها كانت امبارح، وانا الحقيقة مستمتعة جدا، كان نفسي يبقى في وقت اطول ان انا اسمع باقي الحقيقة. الذكريات دي حلوة جدا وبتفرق جدا لما بتتكلم على الجيل الذهبي ده وهو بيقاتل، ومهم قوي ان الاجيال الجديده تعرف ده وتسمع الكلام ده. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن محمد، وتشرفت بحضرتك النهارده. شكرا جدا. شكرا. شكرا جدا. شكرا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.